من أكتر من 30 سنة. العرافة بصت في عين مبارك وقالت له: خد بالك، نهايتك هتكون في السويس. وفي 25 يناير انطلقت شرارة الثورة من السويس اللي اتضاف لألقابها الكتيرة لقب جديد: شعلة الثورة المصرية. بس 6 سنين، يعني الناس من أول بقول لك احنا البلد تعطلت 18 يوم في ميدان التحرير، لأن عدى 6 سنين وما كانش عندنا هذا الطرف اللي في التحرير. انتوا كنتوا عارفين مين العدو بتاعنا؟ نعم. احنا مش عارفين؟ لا معروف. لا 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 ليه؟ تبقى انت متخلف وقاعد بعيد شويه. العدو واضح. احنا اللي شقيانين بناخد ملاليم وما بنلاقيش حاجه. ربي عيالنا ازاي؟ بنعيش ازاي؟ يا اما بقى ابيع مخدرات يا اما بقى حرامي عشان اربي عيالي. مع بداية تولي مبارك رئاسة مصر اتولدنا في المدينة اللي يعرفها العالم بقناة السويس، واللي نعرفها احنا بالغربان والموكل.